لمس بطولة لبنان لكرة السلة. نحن بالمرحلة السابعة للليج، اليوم رح نعيش نحن وياكم وحدة من أقوى المواجهات بتاريخ الدوري اللبناني لكرة السلة، وتعد ثالث أطول مواجهة. مباراية الحكمة والرياضة، المواجهات بالحكمة والرياضة لهلأ صاروا 134 مباراة، شانفيل ورياضة هي ثاني أطول مواجهة 115 مباراة. اليوم رح نعيش المباراة رقم 93 اللي رح تجمع فريقي الحكمة والشانفيل من وقت ما بدأت هيدي المواجهة. المباراة اليوم رح تكون بملعب غزير، بتحمل عناوين عديدة، أبرزها فريق الحكمة يلي بده يحاول يحقق فوزه السابع المتتالي لإله بالليج لحتى يبقى بصدارة البطولة ويقترب أكثر وأكثر من تحقيق لقب بطل الذهاب، بينما فريق الشانفيل اللي عنده أربع انتصارات مقابل خسارتين بده يحاول يقرب من فرق الصدارة ليضلوا ضمن التوب فور بالبطولة. ما رح أتأخر عليكم، رح بلش مع المدربين، المدرب جاد الحاج والمدرب سماح خوري، بداية مع المدرب الضيف. كوتش، يعني دخولك على الملعب كان مؤثر جدا، دخول الابطال حيوك بشكل مخيف، كيف قادر تواجه فريق هالقد جمهوره بحبك؟ اول شيء غياث بدي اتشكر جمهور الحكمه، عن جد الاستقبال كان كثير رائع، وانا لو شو ما صار حتى لو مني بالنادي شو ما بغض النظر على الظروف هيدا يوم رح اعتبره بيتي انا، رح اجرب افصل موضوع الباسكت هلا، هيدا جيم كثير مهم لنا، ضروري نفرجي صورة حلوة، عم تلعب برات أرضك بجمهور كبير، رح يكون في ضغط كثير بالجيم، سو هوبفلي الشباب يكونوا رادي اليوم. اليوم الحكمة عم يلعب بأجنبي، يعني بلشوا يتعودوا عليه شوي اللي هو بيير جاكسون، بروفايل كثير كبير. يعني أنا هلا حظي ثاني جيم طلع لبيير، بس لا كمان كثير مهم نشوف فريق حكمة قوي بالبطولة غياس. عم نجرب نحضر له قد ما فينا، ما رح توقف بيير جاكسون، بس بدك تجرب قد ما فيك كمان بمحلاته ليمت هيز تاتشز، إن شاء الله نكون رادي. مين رح يدافع عليه؟ جيفيون بليك؟ لا رح يبلش جابرييل، صليبة من الاول عليه. يلا موفق كوتش صباح، رح نروح للمدرب جاد الحاج، هلا زمان ما شفناك، يعني اخر جيم ما كان وحده بالعراق، مزبوط سلامتك. يعني كوتش اليوم كمان رح تكون غياب عز الدين، كريم عز الدين، عم عز الدين وعمر عز الدين كمان قريب قوي، ما بنعرفش كورونا تعبان كثير، يلا خلصنا على الاخر اولموست دان، وعنا عمر كمان متعرض لإصابة، نو اكسكيوزز، عم نلعب على أرضنا، جمهور كبير ورانا، بدنا نقدم 100% ونربح الجيم. اليوم عم تواجه فريق الشانفيل اللي عم يلعب بثلاث أجانب، وعم نشوف فريق الشانفيل بكثير محلات عم يقدم مستوى عالي، عم تواجهه بأجنبيين، بس معك بيير جاكسون يلي في قسم كبير من الجمهور اليوم جيني يشوفه 100%. بطرس اليوم شو محضر؟ علينا نقدم ماتش كبير، ثلاث أجانب أو 2 بلس 1 تعودنا على هيدا الشيء، لازم نلعب الاي جيم، دفاعنا بتصور نحن اول بالليج بالدفاع، بدنا نحافظ على هيدا الشيء، هيدا العنوان بياخذنا لمحلات بعيده، عم نشتغل عليك اليوم، بعدنا ما لقينا كل حكيناها انه اتار معنا هيدي الفتره حيجرب يساعدنا قد ما في، رادو عم يقدم مستوى كثير كبير، ما عم بقدر اشيله من الملعب، رادو كل واحد عنده نيك نيم، الشباب بعقده، ويجبنا اليوم نلعب جيم كثير حلو، قد ما عم نتمرن منيح لازم نلعب منيح ونكمل. فريق شانفيل تاسع أضعف فريق بالليج بالديفنس، هو التاسع أنت الأول، قادر اليوم تفرض أوفنس اللي بدك إياه بالمباراة؟ هذا عم نشتغل، معنا لعيب صار كتير كبير قادر ينظم الفريق، قادر يخلي الكل مرتاح، وقت لازم اللي يحسم عم يعرف إمتى يخلصها، هيدا هدفنا تكونترول الجيم من الأول للآخر، إن شاء الله نقدر نعملها أرض الملعب. مواجهة جيفيون بليك وبيير جاكسون، لمين رح تكون برأيك الغلب؟ إن شاء الله لبيير. بدي أتمنى لك توفيق كوتش جاد الحاج، سريعا بروح لزميلتي جاجا. يعني غياث مثل ما شفت الجمهور ملى الملعب، الفريقين طرى عليهم كثير تغيرات، بس فريق الحكمة الشيء اللي ما تغير فيه هو اللاعب السادس جمهوره يلي واقف حده اليوم وبده يساعده تيكفي بالويننج ستريك، اما فريق ماريست منه خصم سهل ابدا، اكيد عينه على الفوز اليوم كرمال يضمن المرتبة الرابعة. معي عزيز، هاي جاجا، كيفك؟ اول شيء كلمة للجمهور يلي بهيدا الطقس مفول الملعب اليوم. ليك عن جد يعني ما في شيء بينوصف صراحه لهذا الجمهور، كتر خيرهم دائما ورانا على الحلوه وعلى المره، هذا اهم شيء، ونحن يعني دائما بنعمل اللي علينا يعني تجاه هون وتجاه كل العالم عم تحضرنا. عزيز ديفنسفلي كثير عم تكونوا سوليد، وانتم يمكن بس ديفنسف تيم ان ذا ليج، بس اوفنسفلي بعد ما صرتوا 100% بعد ما انا الكيمستري راكبه، وعم نشوف كمان انتم كالبانيز بلايرز ما عم تكونوا على طول انفولد، قد ايه مهم اليوم تكونوا انفولد تقدروا تفوزوا بالمباراه خاصه بغياب كريم عز الدين. ليك جاجا يعني نحن فريقنا بعد ولا جيم اذا بدك كنا كاملين 100%، يعني نحن ناقصين عمر وكريم اليوم،
بنتمنى لهم السلامه اكيد يرجعوا باسرع وقت. ومثل ما انت قلت يعني احنا كل تركيزنا هو ديفنسيفلي والاوفنس بيجي لحاله، يعني مين ما كان احنا وير يعني كثير كتار على الجارديه وعلى كل فريق، سو مين ما كان موفق حيكون منيح. واكيد يعني كل الاحترام لفريق الشانفيل، هن فريق كثير منيح عم بيقدموا سيزون كثير حلوه وان شاء الله بنربح نحن. حتى عزيز عم نحس شوي اوفنسيفلي في اكسترا باسز عم تضيعوا فيهم فرص، اليوم قد ايه مركزين على هيدي النقطة خاصة انه جيفيان سريع يعني بيقدر يستفيد من سرعته ويستفيد من أكيد. لكن احنا محضرين على كل شخص صراحة يعني على كل بلاير لأنه هيدا بحس الكي لنربح ونوقف شوي البيك اند رول تبع اللعيبة عندهم وإن شاء الله بنربح هيدا الشيء. شكرا لك وبست اوف لك. هاي باتري، اليوم شو هيك في ايموشنز اليوم بالجيم غير عن غير جيمز، اكيد عم تواجه فريقك السابق بهيك بوزيشنز، كيف بتكون يعني البريشر بتكون سلبيه او ايجابيه باتريك؟ لا صراحه لكن بعدهم بكبروا القلب يعني وقدر عم بلعب معهم او ضدهم يعني بعقده بدنا نحط كل هالعاطفه على جنب ونجرب نربح اليوم. يعني باتريك بمواجهه فريق الرياضه شفنا قد ايه استفادوا من البيك اند رول، اليوم قد ايه مهم توقفوا هيدا الشيء خاصه انه سجاد معهم ما جاكوا هيدا سلاح قوه لهم. مضبوط، اشتغلنا عليها كل هالجمعه، تحضرنا لهالقصه، كوت سبا عنده كم خطه دفاعيه ان شاء الله يزبطوا معنا. شكرا لك بس بلوك باتريك، يعني رح نشوف غياس اذا رح يقدر الماريس يوقف سلسله انتصارات نادي الحكمه او رح يقدر الحكمه يستفيد من الهوم كورت ادفانتج وجمهوره الكثير كبير ويسرق المباراه ويضل بالصداره. بالفعل فول هاوس بكل معنى الكلمه اليوم بملعب غزير، الجمهور بالرغم من الطقس السيء جدا من حوالي الساعه ونص كان ملا المدرجات بشكل كامل، الحكمه عم يفتش على انتصاره السابع مثل ما قلنا المتتالي لإله باستبس بطوله لبنان، هيدي المواجهه بدات ب 28 تشرين الاول 1998 وبدات لا بملعب غزير ولا بديك المحله، بدات بساطر ديميرجيون ملعب الالترانيك كان هو الملعب المعتاد اعتمد من قبل فريق الشانفيل مع تاهله لدور الاضواء، قدر ربح الحكمه بوقتها 78 61 اكثر ملعب صارت هالمواجهه فيها هي ملعب غزير، ملعب غزير هو اكثر ملعب استضاف هيدي اذا هيدي المواجهه. وبدي اقول لكم اياه انه الحكمه ربح من 92 مباراه 52 مره 40 مره ربح فريق الشانفيل، اخر فوز للشانفيل كان ب 1 نيسان 2022 على فريق الحكمه وربح بفارق نقطه 78 77 بديك المحدي، هيدا الشيء يعني عم نحكي من 614 يوم، اخر مره ربح الشانفيل بملعب غزير الملعب الموجودين فيه نحن اليوم ب 29 حزيران 2021 تقريبا سنتين وشوي كان اخر مره بيقدر الشانفيل يفوز بهيدا الملعب، مثل ما قلت لكم عده ملاعب استضافت هيدي المواجهه لكن اكثر ملعب هو لفريق لملعب غزير يلي لعب فيه 40 مباراه بين الحكمه والشانفيل، ربح 24 مره فريق الحكمه، قدر الشانفيل يربح 16 مره بهيدا الملعب هو رقم منه هين ابدا على الفريق المتني. اذا التحضيرات الاخيره قبل ما ننطلق بالمباراه، الملعب شلون اسمعوا جو رائع جدا بملعب غزير. تشكيلة المدرب اذا جاد الحاج، عم نشوف باسل حرفوش، عم نشوف بوبو، عم نشوف احمد ابراهيم والثنائي الاجنبي بيير جاكسون والسكة بالتشكيل الأساسي، النشيد الوطني اللبناني افتتاحا.
يعني الأجواء مخيفة جدا، تريد مارك لجمهور فريق الحكمة قبل كل مباراة، نشيده يلي بأديه بطريقة رائعة جدا، حماسية بامتياز، وصار كل الجمهور إن كان بالملعب أو خارج الملعب بينطر هيدي اللحظة ليشوفوا كيف رح يؤدي جمهور النادي الأخضر نشيد فريقه بطريقته الخاصة. إذن تشكيلة المدرب صباح نوري، عم نشوف باتريك بوعبود وجابرييل صليبي على أرض الملعب مع الثلاثي الأجنبي جيم الأرتس، اللاعب إبراهيم توماس وجيفيون بليك. المدرب صباح نوري يلي عم يقود فريق الشاوفيل بهالمباراة، إذن كل شيء صار جاهز لانطلاق الجيم. لنشوف البوزيشن الأولى لمين رح تكون بالجون بول الأولى والأخيرة بالجيم. مين رح يسجل أكثر، جيفن بليك أو اللاعب بيير جاكسون؟ التصويت لهلا عم بيكون 78% الجمهور اللبناني أعطى بالعبد الله بريدكشنز اللاعب بيير جاكسون، 78% مقابل 22% للاعب جيفن بليك. إذا هيك التصويت عم بيكون حاليا على العبد الله بريدكشنز. هلا بعد شوي بنعطيكم الفائزين بالتوترز والعبد الله بالمباريات. اسيب البوزيشن الاولي لصالح فريق شاوفيل، وارتس بيسجل من الاتمت الاولي، بيسجل اولى نقاط المباراه، اختارها من المسافه البعيده ارتس. هيدي السابع ثري بوينتس له، عنده برسنتج حوالي 45%. يار جاكسون بيعمل سكرين، احمد ابراهيم بيخترق بمر لبابو، بسدد عن الارك، ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه، باتريك بوعبود بلم الديفانس بريبو، والبوزيشن بتبقى لصالح فريق الماريس. شوف المدرب جادو حج ومساعده فيكتور يانكيتش. براشر براشر على جيمي مبليك من بوبو، بينجح بالبراشر، مقطوع الطابه بتوصل لمين؟ للحرفوش باسل، عم يرجع يمرر لبيير جاكسون يلي دائما معه جابرييل صليبي من المنتومان يلي عم يلعبها المدرب سماح خوري. رضوان اللاعب التونسي ممكن يخترق على ابراهيم توماس، بطلع الطابه لبرا، بيكسر الطابه، بيكسر الطابه رضوان سليمان، جيفيون بليك سريع سريع جدا بتضيع المحاوله، احمد ابراهيم بلم الريباوند الدفاع الاول لصالح النادي الاخضر، احمد بيروح اول ذا واي، خاطئ لصالح احمد ابراهيم، يقدر ياخذ الفاول وراح يروح على الفري ثرو. اولى الفري ثرو بهالجيم او محاولات عربيه الكره راح تكون لاحمد ابراهيم. زميلتنا منى ابو حمزه بالاعاده عم نشوف الخطا يلي قدر ياخذه احمد. 65% 11 من 17 لإله، بيسجل أولى نقاطه بالجيم، أولى نقاط النادي الأخضر عم يسجلها أحمد إبراهيم اللي عنده معدل 11.8 مع فريقه بهالموسم. تاني ما بينجح فيها، ريباوند البوزيشن بتروح لصالح فريق الشاوفيل، واحدة من اثنين لأحمد. جيفيون بليك ماطلو دايما بوبو بالمانتومانيا اللي عم يلعبها المدرب جاد الحاج. بليك عم يمر الارتس، ابراهيم توماس من جديد بليك، جيفيون بيخترق بيوصل على السله بسهوله، جيفيون بليك بيسجل اولى نقاطه بالجيم وبيطلع الفرق لاربعه. يار جاكسون عم يمر لرضوان سليمان، اوبن شوت لاحمد ابراهيم، المحاوله الثلاثيه ما بتنجح، الحرفوش بلم الاوفنسيف ريباوند بيطلع هو اللي بيسدد ما بينجح بالمحاوله، توماس على الريباوند عم ياخذوا اكثر من اتمب بكل هجمه عن الارك ما عم ينجحوا فريق الحكمه. جابرييل صليبي مقطوعه من بيير جاكسون بكمل له اياها لقدام لاحمد ابراهيم، بروح اول ذا واي، احمد بمر لمين؟ للحرفوش بصعوبه، بيستلم ترانزيشن ديفنس ممتازه عند فريق الشاوفيل. كمان بوبو بيلعب على ابراهيم، بسجل بوبو
شو هالسبين موف يا بوبو. بسجل الاولى نقاط مارك خويري وبنزل الفرق لنقطتين. ليك عمل سكرين، صار في سويتش على السكرين، صار احمد عم يدافع على بليك، ستاب باك، بسدد عن الارك، الريباوند لباسل حرفوش. بيير جاكسون، بابي جاك، رضوان ما بينجح كمان بالمحاوله الثلاثيه، الريباوند هالمره لجابرييل صليبي. بيستعجلوا كثير بالتسديد من المسافات البعيده لاعبين النادي الاخضر. شوفوا بالاعاده سلت بوبو. جافيان بليك، بوبو ناطره السكرين، عم يفطوه بشكل ممتاز. وهون رح نشوف في بتوين البوزيشن رح تروح لصالح فريق الحكمه، لانه اول بوزيشن استفاد منها فريق الشاوفين. شوفوا بالاعاده كيف قدر فضيله ابراهيم توماس جافيان بليك. بيير جاكسون عم يستلم الصليبه مثل خياله من انطلاق الجيم، عم يدافع عليه لهلا بشكل جيد جدا. جاكسون دغري صار في سويتش كمان على السكرين. بيير جاكسون بسدد عن الارك، ما بسجل المحاولة الصليبة على الديفنسيف ريباوند، ثاني ريباوند لجابرييل. جافيان بليك بيروح بشكل سريع، اند وان لجافيان بليك، بسجل نقطة الرابعة بالجيم وبياخذ الخطأ كمان. رح يكون عنده فريترو وحيدة 71% نسبته على الفريترو لهلا بالليج. ظاهر المدرب جاد الحج عم يغير الدفاع على بليك لأنه قادر لهلا بليك يعمل الفرق بشكل واضح. عم نشوف المدرب جاد الحج عم يعطيه تعليمات دفاعية لبوبو بوقت السيكويك رح يستلم المهمة. بليك بس عشان الفري ثرو جافيان بليك نقطته الخامسة بالمباراة، بطلع الفرق لخمسة لهلا. اليوم دفاع الشاوفين ممتاز، قلنا هن تاسع فريق بالليج بالديفنس، اليوم عم يفرجونا غير كاركتر كليا. احمد ابراهيم بمر لبيير جاكسون، بيير بفضي لباسل، اوبن شوت، اوبن شوت كمان ما عم تنجح، عم يعتمدوا كثير، عم يعتمدوا كثير التسديد لبعيد، محاولة جديدة عم بتضيع. طابة تحت السلة ابراهيم توماس، ما بينجح رضوان سليمان على الديفنسيف ريباوند. خطأ لصالح رضوان. عضو الهيئة الإدارية بفريق الحكمة بيير شهوين. عم نشوف هون الخطأ أخذه بابي، أخذه بيير جاكسون. حرفوش باسل روح على السله بيتعرض للبلوك شوت بلم الريباوند ودفاع الشاوفيل اليوم مخيف دفاع الشاوفيل. ارتس عم بيطلع له لبرا لجيفن بليك، هالمره ما بيسجل بليك، الريباوند لمين؟ بتضيع الطابه بين احمد ورضوان. استاذ سيزار جبارة كمان مجلس الامناء للنادي الاخضر. بليك لبرا عند ابراهيم توماس، بسجل توماس، بسجل خطر كثير هاللاعب، اذا كانت ماشيه معه ما بيتهدى، عم يعطي تقدم 8 لصالح الماريس. تاسع 3 بوينتس لإله. رضوان عم يمر للحرفوش، احمد ابراهيم، احمد ابراهيم، رضوان بعد عنده 4 ثواني، رضوان رح يسدد، رضوان سليمان بسجل، رضوان بنجاح عن الارض، هيدي الثري بوينتس رقم 15 لإله بهالموسم، الاولي لإله بالجيم، الاولي لفريق الحكمه على كل الاحوال.
كمان بريشر بريشر ممتازه ممتازه البريشر اللي عملها رضوان سليمان على ابراهيم توماس جبره بالتورن اوفر. يارن جاكسون ركب له السكرين بياخذ التسديده الثلاثيه مساج البابين جاك مساج عن الارك بنجاح اولى نقاطه بالمباراه 2-3 بونس على التوالي. ارتس لابراهيم على اللوبوت بجرب يلعب على رضوان سليمان بسجل بسجل لعب باصرار كبير على البوست وسجل اللاعب ابراهيم توماس نقطه الخامسه بالجيم. سبعه على ارض الملعب عم يستعين فيه المدرب اذن المدرب جاد الحاج اكيد عنده مهمه دفاعيه على ابراهيم توماس. عم يلعبوا بوكس اند وان على اللاعب بيير جاكسون ابراهيم توماس بالريباوند على الارجح بوكس اند وان بس اكيد بيير جاكسون عم يكون عليه دفاع مان تو مان من جابرييل صليبي من بدايه الجيم الاربعه كانوا ضابين جو سلم متاكد اذا بوكس اند وان ولا عم يعملوا مان تو مان بلا هل كمان جابرييل المور جيفن بليك اللي هلا مسجل خمس نقط رح يكون عنده اثنين فري ثرو جيفن بليك بضيع الفري ثرو الاولي حاول الاولى عم بتضيع كمان عم بضيع الثاني سيكويك على الريباوند اول ريباوند لرودي الحاج موسى سيكويك هو اللي عم يطلع بالطابع هو عم يطلع بالطابع عليه ديفنس من اللاعب جيفن بليك سيكويك يخترق بمرر للسبعة الطابة بتطلع لبرا عند بيير جاكسون بيير بيخترق بيير بفضي لسيكويك ميد ريش شوت ما بيسجل السيكويك الجابرييل صليب الثاني ريباوند له بالجيم مباراة جيدة جدا لجابرييل ابراهيم توماس عم ياخذ تسديده ثلاثيه ريباوند كمان لصالح بليك جيفن بليك مسجل جيفن بليك سبع نقط صار رصيده بالجيم الافضل تسجيلا بالمباراه احمد ابراهيم بيلعب على ابراهيم توماس ما بيسجل الاول بيسجل الثاني بيسجل الثاني احمد ابراهيم نقطه الثالثه بالمباراه بنزل الفرق لاربعه زون ديفنس المدرب جاد الحاج عم يلعب هون دفاع منطقه ارتس بياخذ تسديده ثلاثيه بسجل ارتس عن الارك الثانيه لإله ثالث تري بوينتس ناجحه اليوم لصالح فريق الشوفير حلوه التمريره مش معقول مش معقول شو حلوه هالاسيست بده حدا يحرك معه رودي الحاج موسى تحرك بشكل ممتاز بيير جاكسون مرر بنجاح جيفن بليك ابراهيم توماس على اللوبوس ابراهيم بيعمل موف بروح على السله بسجل ابراهيم من افضل مبارياته هالموسم سبع نقط لابراهيم توماس والمفارقه انه عم يلعب تحت السله وعم يقدر يعمل دامج على دفاع النادي الاخضر كمان مقطوعه مقطوعه من جيفن بليك مش لفتره طويله بترجع البوزيشن لصالح فريق الحكمه رودي رودي الحاج موسى الفلوتر ما بتنجح مع اللاعب رودي واحمد ابراهيم كمان بضيع المحاوله الثلاثيه ابراهيم توماس على الريباوند فاست بريك مع باتريك بوعبود تحت السله باتريك بيطلع الطابه ارتس هالمره ما بيسجل ارتس السبعه اللي على الريباوند صار سريع كثير ريتم المباراه سريع جدا خطا لصالح احمد
الثاني على جابرييل. مارفن سركيس على ارض الملعب كمان من اللاعبين يلي بدافعوا كثير منيح. طابع عم تبرم يلعبوا بوكس اند وان. السيكويك بسجل بسجل السيكويك نقطه الرابعه بالجيم. نزل الفرق لخمسه اقل من دقيقه لنهايه الربع الاول. جافير عم يجرب السيكويك قد ما في بعده عن الطبيب لجافير بليك. ارتس ستاب باك ستيدي بسجل ارتس. لاعب ممتاز ارتس لاعب ممتاز. 8 نقط لارتس. خطا من مارفن سركيس. عزيز عبد المسيح عم يتحضر للدخول لارض الملعب. ثاني فري ثرو رح يكون عنده بيير جاكسون. لهلا مسجل 8 من 8 بمباراته الوحيده بالليغ اللبناني امام فريق ان اس اي. قدر يسجل 8 من 8. لنشوفه بملعب غزير. مسجل الاولي جاكسون نقطه الرابعه بالجيم. جاكسون بضيع اول فري ثرو عم يضيعها بسنبس بطوله لبنان. اربع نقط للاعب بيير جاكسون. ريباوند كان لابراهيما. جافير ليك بروح على السله ما بيسجل. رضوان بلم الريباوند. جارد جاكسون مارفن عم يدافع عليه. جارد جاكسون بيعمل موف حلو كثير ما بيسجل. بيير جاكسون رودي بلم الطابه لكن ما بيتمكن من التسجيل. والكوارتر الاول عم ينتهي بتقدم فريق الماريست الشانفيل بفارق 6-16-22. عم نشوف عبد الله بريدكشنز. ركز جمهور شو عطى بس لهلا الامور مختلفه. صح 78% يعني لصالح بيير جاكسون. عطى 22% لجيمي بليك. بليك لهلا مسجل 7 بيير جاكسون 4 نقط مع نهايه الكورتر الاول. لهلا يلي مصوتين 22% هن اللي مصوتين صح لهلا. لهلا على كل حال خلينا نقول الفائزين بالمباريات السابقه بالعبد الله بريدكشنز بمباراه رياضه عماد. الفائز هو شادي علي قاسم بتوترز اللاعب الاكثر تاثيرا بمباراه هوبس رياضي. كريم تمساح هو يلي فاز اذا بمسابقه توترز.
اذا اكيد بيتواصلوا معكم وبتربحوا الجوائز الماليه اللي عم تقدمها اكيد ان كان توترز او عبد الله. انطلع الكوارتر الثاني نودي الحشموسه بعده على جيمير بليك. عتير ماجوك على ارض الملعب ياخذ الخطا منه بليك لرودي. سايد سيت وابراهيم توماس. ابراهيم توماس عم يسجل نقطه العشره الثانيه لإله بهالجيم. خطر ابراهيم اذا لقى حاله، خطر. سجل 7 من 9 بمباراه الاولى بسله هومنتمن. بيير جاكسون بيير عم يسجل بيير جاكسون على ترمى جوك بيلحق الطابه. نشوف هون ال تكنيكال فاول على بنش فريق الحكمه. اليوم زياد طنوس بولس اي مقلود ام جبرايل هن اللي عم يقودوا المباراه اليوم. بكون عندهم فري ترو لنشوف مين رح يسددها. بليك هو رح يسدد على الفري ترو. بليك بسجل الفري ثرو بالتكنيكال فاول نقطة الثامنة بالجيم. عم يطلع الفرق لعشرة، 10 نقط. الماريست عم يتقدم بملعب غزير. الحكمة بعد ما قدروا لقوا حالهم، بس بدنا نعطي كريدت لدفاع فريق الماريست يلي عم يدافعوا بطريقة ممتازة، عم يعطون الشوطة الاوتسايد جيم لفريق الحكمة يلي ما عم ينجحوا فيها. بيير جاكسون بركب له البيك اتير ماجوك. بيير جاكسون بطلع الطابه لبرا. احمد ابراهيم بيكسر الطابه. احمد بتروح الطابه لصالح جيفيان بليك. شو هالفينش يا بليك؟ بسجل جيفيان نقطه العاشره بالجيم. بيطلع الفرق بيير جاكسون. عليه بريشر من باتريك معبود. بحاول يمرر الطابه بقدمه لابراهيم توماس. شوفوا بالاعاده البريشر يلي عملها مارفن سركيس خاصه على احمد ابراهيم وجبره بالتورن اوفر. سيكويك لاي تي اتير ماجوك بيعطي احمد ابراهيم. احمد ابراهيم بيخترق بيروح على السله. اي لاف ذيس جيم. اي تي بسجل السله الاستعراضيه اولى نقاطه بالجيم لاتير ماجوك. شوفوا بالريبلاي كيف قدر تابع الاوفنسيف ريباوند اتير ماجوك. يرجع بنزل فرق لعشره. رودريك عقل ورضوان سليمان على ارض الملعب بدلا من بيير جاكسون والسيكويك. عم يلعب بالتو بيكس حاليا المدرب جاد الحاج. عم يلعب باتير ورضوان ورا. عزيز هو اللي عم يدافع على جيفيان بليك. رودريك هو رح يحمل فريقه على صناعة الألعاب. جيفيان بليك يكسر الطابة. جيفيان بليك تورن اوفر على فريق الماريس. عم نشوف عمر جمال الدين يلي عنده إصابة عنده بعد فترة ليرجع يشارك. عزيز عبد المسيح بحضر له السكرين. اتير بيلعبها لاحمد. رودريك عزيز عبد المسيح بسدد بسجل عن الارك. عزيز من الاتمت الاولي عم يسجل الثلاثيه رقم 13 لإله بالليج وبسرعه بنزل الفرق لسبع نقاط.
عم نشوف التايم اوت اللي طلبه المدرب سماح خوري بعد ما حس انه فريق الحكمه بلش يلاقي حاله، تغير كثير شخصيه الفريق. المدرب جاد الحج ليلاقي الخلطه اليوم لفريق، هذه واحده من التمريرات الجميله جدا اللي عملها بيير جاكسون لصالح السيكويك. بشوف اليوم ابراهيم توماس عم يقدر يلاقي ثغرات كبيره بدفاع النادي الاخضر. بدي ارجع اذكر كل مشاهدي ام تي في بكره على 6 الا ربع، وحده من اقوى المواجهات بالمنطقه. الوحده السوري بالفيحاء بيستقبل بطل لبنان نادي الرياضي بيروت، لايف على ام تي في على الساعه 6 الا ربع ببطوله وصل. طبعا جافير عم يمرر لباتريك مغفوط، جافير بليك بطلع الطابه لبرا، ابراهيم راح ياخذ تسديده صعبه ما بيسجل ابراهيم توماس، رضوان سليمان على الريباوند، رضوان بطلع الطابه عم توصل لقطير مشوخ بده يلعب على ابراهيم توماس، صعبه كثير صعبه ما بتنجح المحاوله، وزاشر بترجع من جديد لصالح بليك الشامبيون يلي عم يقدر يلعب برياحه، لكن هالمره دفاع فريق الحكمه بيوقفوا لجافير بليك. رودريك عائل يعطي رضوان بوقف سدد ما بيسجل رضوان سليمان، اتر مجروك بيسترجع الطابه لصالح فريقه. عزيز عبد المسيح لبرا عند رضوان سليمان، رضوان بمرر لمين، الطابه بتطلع على الاوت، ترن اوفر جديد على فريق الحكمه. شوف استاذ جهاد مكرادوني سعاده النائب الداعم من النادي الاخضر الى جانب المحامي راغب حديد رئيس نادي الحكمه. لوكاس على ارض الملعب، لوكاس حاليا لوكاس صالح، بوبو بيرجع على الجيم ليدافع على جافير بليك، الطابة بتطلع لبرا، تورن اوفر جديد على فريق الشامبيون هالمرة، عم بيعلوا دفاعهم عم بيعلوا دفاعهم. عم بيدافعوا أفضل فريق الحكم من الكوارتر الأول، عزيز عبد المسيح تحت الضغط تحت الضغط. رضوان لعند رودريك، رضوان سليمان، رودريك عائل بنزل له اياها لرضوان، في خطا لصالح رضوان سليمان، خطا من لوكاس، هيدا اول فاول على فريق الماريست بهالكوارتر. سايد بول مع رودريك، او الحكم بيقولها على الانباوند اوت اوف باوندز، اذا اتير بطلعوا له هلا برا للعائل. عزيز عبد المسيح بسجل الثاني، عزيز دام 2-0 عزيز، نقطه السادسه بالجيم، نزل الفيره لاربع نقط، لاربع نقط نزل الفيره، وجمهور الحكمه عم يجرب يعطي معنويات عالية حاليا لفريقه، عم يضغط بعرض الملعب، ابراهيم توماس بمرر لمين، الطابة بتطلع برا لارتس، ارتس ما بيسجل الريبون للاعب التونسي رضوان سليمان، ثالث ريبون لرضوان. رودريك عم يمرر لبوبو، العقل كمان لبوبو، تسديده ثلاثيه بسجل البوبو كمان، نقطه الخامسه لبوبو والفارق نزل لنقطه واحده بس، 27-28، مين رح يقدر يكسر الرن من النادي المبني، مارفن سركيس ياخذ الخطا، ما سمعنا صافره الحكم كل ما يكونوا مسكين الطابه فريق شانفيل، في صريخ عم يصير بالملعب مخيف ما حدا عم يقدر يسمع شيء. شوفوا بالاعاده الخطأ،
ارتس. ابراهيم توماس معه اي تي بالديفنس. ابراهيم بمر لمارفن. مارفن سركيس. مارفن ما بيقدر يتخطى دفاع فريق الحكمه. نشوف اذا هون الحكام بيتاكد اذا في كلوك فايوليشن. هلا الجمهور هو اللي عم يلعب، يعني بالملعب عم نسمع شيء صاخب جدا على كل ديفنس لفريق الحكمه، عم يساعدوه جمهور الحكمه بشكل مخيف للاعبي فريقهم. عزيز عبد المسيح، عزيز بيطلب الطابقه طير مجهول. اي لاف ذيس جيم. حلو الاسيست يا عزيز. طير مجهول كان يحسم الشخصية اللي لعب فيها المدرب جاد الحج. قلب التأخر فريقه من 10 لتقدم فرق. اسمعوا ليك بطلع طابة لارتس. ارتس حلو كثير الفيك اللي بيعمله. الحكم بيقول في ووكينج، في ووكينج على اللاعب ارتس. دقايق و34 ثانية بيبقى من الكوتر الثاني. اللي عم بعرف عم يصلي صور وفيديوز كثير، يعني كل الكافي شوبس عم يتابعوا هالمباراة بشكل مخيف بشكل حماسي جدا. فيكم تستعملوا الهاشتاج موجودة أمامكم اس ا جي ام ار وتبعتوا لنا صور. وهون العقل كمان، العقل اجى وقته ليضرب من المسافة البعيدة ويسجل عن الارك لنجاح الرابعة لإله بهالموسم، الأولى لإله بالجيم. الحكي عم يتقدم بفارق أربعة. جيفيون بليك ستاب باك، ما بيسجل جيفيون. أتير بلم الريباوند، أتير بلم الريباوند. وعزيز عبد المسيح بيطلع الفاستريك بينقل له إياها لبوبو للويك سايد. رضوان رودريك، رودريك عقل، رودريك بخلي الطابة بروح على السلة. في خطأ لصالح رودريك عقل، في خطأ لصالح رودريك. تاني فري ثرو للعقل. سجل المحاولة الأولى رودريك، نقطة الرابعة بالجيم. ست نقاط بست دقايق وعشرين ثانية لفريق الباريس بهالكوارتر. 2-2 للعقل، نقطة الخامسة بالجيم. الحكمة عم يتقدم بفرق ستة. جيفيون بليك عم يمرر لجابرييل صليبي. ارتس براشر، خاطئ من عزيز عبد المسيح. اذا خطا ولا اوت هلا متاكد. احتسبت اوت. بقي الثواني التسعه لفريق الماريس يلي مسجل بس 6 نقط لهلا بهالكوارتر. تسديدة بليك ما بتنجح من الجيفيون بليك. عزيز بلم الديفنسيف ريباوند. عزيز عبد المسيح بمرر لرضوان، بوقف سدد ما بسجل. شو عمل هون بوبو؟ كان يسجل من اوفنسيف ريباوند لكن ما نجح بالمحاولة بوقت لوكاس صالح. كمان عم يضيع لوكاس. أطير ماجوك على الريباوند. عم يطلب السكرين اي تي كمان لرودريك. رضوان عليه بريشر من جابرييل صليبي. بوبو بصعوبه بيعمل كنترول على الطابه، بعد عنده 5 ثواني. رودريك بيوقف بسدد ما بسجل هالمره العقل. جابرييل صليبي دبل تيم عليه لجابرييل. الطابه عم توصل لجيفيون بليك وفي خطا من رضوان سليمان. المدرب صباح خوري عم يطلب تايم اوت.
18 نقطة لفريق الحكمة بسبعة دقايق ونص، مقابل 6 لفريق الماريس. تايم اوت. افضل تسجيلا بالجيم لهلا. هون عم نشوف جاجا بلش يطلع جيفيون بليك 30%، عم يطلع ل 30% مقابل 70% لبيير جاكسون، يلي بعد ما لقى حاله بهالمباراه مسجل 4 نقاط مقابل 10 لجيفيون بليك. هيدي اللي عم ضل بريدكشنز لنشوف كيف رح تنتهي هيدا التنافس من غير محل طبعا. كمان هون براشر من بوبو على جيفيون بليك، بليك دائما عليه ضغط يا من بوبو يا من سيكويك. جافيون لعند جابرييل صليبي، جابرييل صليبي وفي خطأ. كل السلامة لجابرييل، أكيد صعبة كانت المحاولة اللي يقدر يفوت على أتار ماجور بهالشكل، كثير كانت صعبة. كل السلامة لجابرييل صليبي، ما يكون عنده إصابة. شوف معالج الفريق صار على أرض الملعب. جابرييل بقوم بالسلامة، التبديل طبعا إجباري. لنشوف مين رح يكون بدلا من جابرييل صليبي. باتريك وهو رح يسدد على الفري ثرو. باتريك عنده برسنتج 100% على الفري ثرو بهالموسم، 5 من 5. بينما جابرييل صليبي عنده كمان 3 من 3، بسجل الاولي. عم نشوف والدته لجابرييل صليبي واخته اللي عم يتابعوا المباراه على المدرجات. اول نقطه لباتريك معبود، الثاني كمان. اول لاعب لبناني بفريق الشاومبيل عم يسجل نقاط. فارق بيزن لأربعة. رودريك بمر لأي تي. بوبو لرضوان سليمان. عزيز عبد المسيح. أتير ماجوك بعد عنده 4 ثواني. فيد اواي رضوان ما بينجح، وهون في خطأ. لنشوف الخطأ على مين احتسب. على أتير ماجوك. رح يكون في عنده 2 فري ثرو كمان فريق الشاومبيل. هذا الخطا الخامس على فريق الحكمه بهالكوارتر. ابراهيم على الفري ثرو اللي عنده نسبه 53% بس، مسجل 16 من 30 لهلا بالليج. إبراهيم طمط 10 نقط اليوم بالجيم. بضيع الفري ثرو الأولي، عنده مشكلة بالفري ثرو مثل كثير من الأندية بهالموسم. تسجل الثاني إبراهيم طمط 1 من 2. رودريك
جاريت جاكسون على ارض الملعب، عم يلعب برودريجو وجاريت جاكسون مع بعض، المدرب شاد الحاج. جاكسون بيستلم دبل سكرين، بيير بفضيلها رودريك، بيعطيه الاوبن شوت، ما بيسالش ابراهيم توماس على الريبوند، فرصه لفريق اشانفيل ينزلوا الفريق او يعدلوا الارقام. تشامبيون بليك بيخترق، تشامبيون بليك بيسجل نقطه ل 12، 12 نقطه لبليك، الفرق بيرجعوا ينزلوا نقطه. جابر بليك اللي هو الثاني افضل سكورر بستبس بطوله لبنان بعد براين هيلبس. الاتحاد اللبناني ياس الخليل يلي كمان رئيس لجنة المالية، عم بدي اقول انه بطولة غرب اسيا الاندر 14 يلي عم تصير للصبايا والشباب رح تكون منقولة بشكل مباشر يوم السبت الفاينل من مجمع الرئيس بوشهر سليمان بجبيل، اذا يوم يوم السبت على 10 البنات على 12 الصبيان. وبنفس النهار كمان على الساعة 5 إلا ربع رح يكون بنقل مباشر بمباراة مومنتمن وفريق بيروت. نهار ماراثوني بكرة السلة رح يكون يوم السبت. صار عنده 14 3 بوينت مثله مثل جاد خليل لاعب هومنتمن، اكثر لاعبين لبنانيين مسجلين لهلا 3 بوينت بالليغ. جيسي جونز الاكثر تسجيلا لاعب هوبس 22 3 بوينت. جاريت جاكسون باسل بياخذ التسديده الثلاثيه وبيسجل الحرفوش، اولى نقاطه لباسل بالجيم، 7 3 بوينتس لفريق الحكمة. بيرجع بيطلعوا الفرق الأربعة، تشامبيون بليك ما بينجح بالرد، الريباوند لمين؟ صراع على الطابة، شو حلو هالدايف يلي عمله باسل بمر لبيير جاكسون، بيعمل فيك بيتعرض للبلوك شوت بيتابع رضوان سليمان وبياخذ الخطأ. شوفوا بالإعادة شو عمل بوبو، كنترول من أحمد، وهون الخطأ اللي بياخده رضوان سليمان. 3 نقط لرضوان لهلأ بالجيم، بسجل الفري ثرو الأولى بنجاح، 69% برسنتج الفري ثرو اللي عنده إياه بالليج. نقطة الرابعة بيسجل كمان رضوان، نقطة الخامسة، بيرجع بيطلع الفارق لستة لصالح النادي الأخضر. بليك لاحق بوبو مثل خياله، تشامبيون بليك يا وعيدي هلا بليك لو سجل. بليك شو هاللاعب الكبير اليوم يلي عم يعمل، تشامبيون بليك مخيف بصراحة. جاريت جاكسون عم يمر لأحمد، خاطئ لصالح احمد ابراهيم. لهلا الشامبيون مسجلين 33 نقطة بعدهم بالكاركتر الدفاعي فريق الحكمة، ليه عم اقول هيك؟ لأنه الحكمة بتدخل سلته 69 نقطة بالجيم الكامل، يعني تقريبا 34 نقطة أو 35 على الهاف تايم، لهلا مسجلين الماريس 33.
تايم اوت اللي طلبه المدرب جاد الحاج ليجرب يستفيد من الثواني 13 الاخيره بالكوارتر الثاني. هل راح يقدر يستثمرها بنقاط؟ لنشوف. سايد بول لصالح النادي الاخضر. جاريت جاكسون بيستلم. جاريت جاكسون بيسدد من المسافه المتوسطه. ريباوند لابراهيم توماس. اخر ثواني الكوارتر الثاني. وعم ينتهي الهاف الاول بتقدم فريق الحكمه بفرق سته. النتيجه 39-33 تقدم ست نقط للحكمه على حساب الماريست الشوفيل. مثل ما توقعنا مباراه حلوه وحماسيه مشاهدي ام تي في واس بي اي. رح نتوقف نحن وياكم لبريك لحوالي 10 دقائق قبل ما نرجع من جديد لملعب غزير للحماس للاكشن بسنبس بطوله لبنان لكره السله.
من جديد رجعنا احنا وياكم مشاهدينا لملعب غزير، لقاء الحكمه وفريق الماريس الشانفييل يلي انتهى في الشوط الاول بتقدم 6 نقط لاصحاب الارض 39-33. الشانفييل سجل 11 نقطه بالكوارتر الثاني مقابل 23 لفريق الحكمه اللي كان متاخر بالكوارتر الاول. رح نشوف نحن وياكم مقارنه احصائيه بين الفريقين، نشوف خاصة التري بوينت على فريق الحكمة يلي ساعدتهم يرجعوا على الجيم بشكل لافت، 7 من 18، 2 منهم لعزيز عبد المسيح كان عندهم برسنتج 39%، بينما نسبة التسجيل من كل مسافات شوفوا قد ايه متدنية اليوم عند فريق الحكمة، عم يلعبوا ب 34% فريق الحكمة مقابل 43% لفريق الشانفييل، ضيعوا كثير من نقطتين فريق الحكمة خاصة تحت السلة. الريباوندز التقدم عم يكون لصالح النادي الأخضر، الأسيست كمان لصالح النادي الأخضر، تورن أوفرز هو لصالح فريق الحكمة، وهذا معروف في المدرب جاد الحاج بالدفاع اللي بيلعبوا بيجبر دائما فريق خصمه يرتكب تورن أوفرز ليسجل نقاط منها. 5 ستيلز الحكمة، 4 لفريق الشانفييل، 2 بلوك شوت للحكمة، بلوك وحيد لا 2 بلوك شوت للشانفييل، بلوك وحيد لفريق الحكمة. إذا هيدي المقارنة الإحصائية بين الفريقين، بعد وقت قليل رح نكون نحن وياكم طبعا مع الحلبة ناتس هاف كورت شوت لنشوف إذا رح يكون عندنا فائز اليوم بملعب غزير. رح يكون في 5 محاولات لخمس أشخاص رح يسددوا من نص الملعب، إن شاء الله يكون في فائز بمباراة اليوم. الأفضل تجينا بالجيم جافيون بليك اللي عنده 12 نقطة، بينما بيير جاكسون عنده 4 نقط. ليه عم سمي هاللاعبين؟ لأنه بعبد الله بريدكشنز كنا سألنا مين برأيكم رح يسجل أكثر، بليك أو بيير جاكسون؟ لهلا يلي صوتوا لجافيون بليك هن رح يكون عندهم فرصة يربحوا جائزة العبد الله بريدكشنز بهيدي المباراة، إلا إذا انتفض على حاله بيير جاكسون بالشوط الثاني وقدر سجل نقاط أكثر من بليك. وهون رح نشوف شو رح يصير بالجيم. بعد وقت قليل رح تشوفوا كمان جراف توترز اللاعب الأكثر تأثيرا بالجيم، لأنه رح يكون في 6 لاعبين رح تصوتوا أنتوا عليهم، وأكيد يلي بصوت صح يلي بجيب أعلى برسنتج هو اللي بيكون عنده فرصة يربح جائزة بتقدمها كمان توترز يلي هي فاوتشر $100 أكيد بتربحكم إياها، بتنزاد على الآب عندكم وبيصير عندكم فرصة تربحوا تشتروا ب $100 بأي وقت على آب توترز. إذا رح نروح للحلبة ناتس هاف كورت شوت، المحاولة الأولى والله قريبة من تحت بس شو جاجا في تاني ناشعة أوليك؟ إن شاء الله. واو قريبين قريبين اليوم حرم. المحاولة الثالثة هيدي لا هيدي لا منا قريبة أبدا. هون المحاولة الرابعة، عيدوا اليوم لجو يا غياز إذا حتى بتكون كادو حلوة. لا يا جو لا بالضبط على عيده بالضبط أبدا على عيده. آخر محاولة اليوم إن شاء الله يكون عندنا فائز يربح شيك ب $200 بتقدمه الحلبة. كمان ما رح يكون عندنا إذا اليوم فائز. بدي أرجع أذكر كل المشاهدين هاشتاج المباراة SAJMAR، الهاشتاج موجودة على اكس، فيكم تبعتوا لنا صوركم وين عم تتابعوا المباراة، تبعتوا لنا صورة كيف عم تتابعوا المباراة، عم يجيني كثير مسجز لإلي، ابعتوهم على الهاشتاج لحتى نتواصل نحن وياكم أكثر على اكس ونشوف صوركم ونتفاعل طبعا نحن وياكم. المدرب جاد الحاج رح نشوف على مين عم يعتمد بالكوارتر الثالث، عم نشوف رضوان، باسل حرفوش، بيير جاكسون، بوبو كمان فارس عدي للفنان ناجي القسطى. شوف تشيبس بالستبس تشيبس بتعز عليه على كل حال ناجي ستبس تشيبس، ما هيك يا مخرج؟ أجواء حلوة كمان على الكورت سايد اليوم بملعب غزير، كورت سايد سيتس، صار الملعب الوحيد بلبنان فيه كورت سايد سيتس، مضبوط الملعب الوحيد،
هاي المرة الأولى أصلاً بتصير بلبنان، إنها بوصل وانتقلت للليج اللبناني. باتريك بسدد عن الأرك، الريباوند لمين؟ باسل بيعمل كنترول، بمر لبيير جاكسون. جاكسون بابي جاك، جابرييل صليبي بيرجع على أرض الملعب. عم يلعبوا زون ديفنس، المدرب صباح خوري عم يلعب زون ديفنس 1 2 2، رضوان بيطلع له الطابة لبوبو، التسديدة الثلاثية ما بتنجح، توماس على الريباوند. محاولة جيفيون بليك، بسجل بليك نقطه ال 14، ممتاز يا بليك ممتاز. هاللاعب يرجع بنزل الفرق لأربع نقط. أحمد إبراهيم لعند بوبو، بوبو من جديد لرضوان، بفضي لأحمد، التسديدة الثلاثية ناجحة، ست نقط لأحمد إبراهيم بتمريرة من رضوان سليمان، الفرق بيطلع لسبعة. جيفيون بليك عم يعطي إبراهيم توماس يلي عم يلعب على رضوان سليمان، بسجل إبراهيم، ممكن ما يتأخر كتير بأتير ماجوك المدرب جاد الحاج، لانه أتير لما كان موجود على ارض الملعب وقف له الانسايد. وهون رضوان، رضوان عم يسجل للمره الثانيه بالجيم عن الارك ال 16 له بهالموسم، طلع الفرق لثمانيه. رضوان بيعمل ستيل، رضوان سليمان بيعطيها لبوبو جاكسون، يار جاكسون بيخترق كونتينيويشن، الحكم بيقول نو باسكت، المدرب عم يروح على تشالنج. هون ما فيها تشالنج اصلا، منا داون جريد او اب جريد اصلا ليكون فيها تشالنج. ما بعرف عم يتواصل عم المدرب جاد الحاج. الفاول كان قبل ما يكون بوضع تسديد، اذا ما بحق له هون بال ما بحق له بالتشالنج. مخرج رح يفرجينا اياه، هات لنشوف. اذا سايد بول قدمه جابرييل صليبي، تبقى البوزيشن لصالح فريق الحكمه. ابراهيم توماس اليوم لهلا عامل 8 ريباوند، 6 لرضوان. وهون محاوله عم تضيع على احمد ابراهيم، جيفيون بليك الافضل بالتمرير، 4 اسيست لبليك. بليك يعطي ابراهيم، عم يجرب ياخذه لرضوان على البوست، بمرر لارتس، بسجل ارتس نقطه العشرة. ممتاز المباراة اللي عم يعملها اليوم اللاعب ابراهيم توماس، عم بسجل عم بمرر عم يلم الريباوند. كمان احمد ابراهيم بيخترق بيوصل على السلة، خطأ لصالح احمد، قدر اخذه على الفاول لجيفيون بليك، هيدا تاني فاول على بليك، الوحيد بفاول ترابل اليوم بالجيم لهلا هو جابرييل صليبي بثلاثة فاول. بضيع الفري ترو الأولي. بسجل الثاني أحمد. 9 من 21 42% برسنتج فريق الحكمه عن الارك، 7 نقط لاحمد ابراهيم. جابرييل صليبي عم يمرر لباتريك، ميد رينج شوت، بسجل باتريك، 4 نقط لباتريك بو عبود، يرجع بنزل الفرق لخمسه. طابه عم توصل لباسل، باسل حرفوش بيعمل فيك الفلوتر،
ما بيسجلها باسل بلمها هو لكن بضيعها بليك على الريباوند. رهيما توماس. رهيما بيعمل درايف خطأ لصالح ابراهيما. خطأ من رضوان سليمان. هيدا الثاني فاول على رضوان. رضوان عم يعترض على الفاول. عزيز عبد المسيح على ارض الملعب بدلا من باسل. ابراهيما 13 نقطة 8 ريباوند. شوفوا جمهور الحكمة كيف عم يجرب يأثر عليه بضيع الأولى. عشر نقطة مسجلين الحكمة من تورت اوفرز لفريق الماريس. المحاولة الثانية كمان بتضيع. عزيز على الديفنسيف ريباوند يطلع هو بالطابة. عزيز عبد المسيح لأحمد، أحمد إبراهيم بيعمل فيك بيخترق بمر لرضوان سليمان، رضوان تحت السلة بضيع المحاولة وفي خطأ لصالح أحمد. عم تشوفوا ابراهيما توماس قد ايه عم يقدر بدفاعه يضايقه لرضوان تحت السله، شوفوا بالريبلاي شو صار، شوفوا رضوان، شوفوا ابراهيما كيف بوجهه قد ايه صعب له اياها تسديدته لرضوان سليمان، ومن بعدها احمد ابراهيم قدر ياخذ الفاول. رضوان لعند بيير جاكسون. احمد ابراهيم باسكت ان كاونتد لاحمد. كاونتد سلت احمد 9 نقط لاحمد ابراهيم. كنا نشوفها بالاعاده. كيف قدر يسجل احمد التمريره كانت ممتازه بصراحه من بيير جاكسون كمان. 9 نقط 2 اسيست لاحمد ابراهيم رح يكون عنده فري ثرو وحيده. بسجل الفري ثرو نقطه العاشرة. تقدم 8 لصالح فريق الحكمة. 6 دقايق بما من الكوارتر الثالث. كابريال الطابع بتوصل لباتريك بوعبود والسله. لتشوف هون شو صار. برجع نشوف بالريبلاي تمريره باتريك كيف قد ايه ذكيه كانت. تصور ما نزل على الارض، ما نزل على الارض، عم يتاكدوا الحكام على كل حال. ما بعرف اذا رح يروحوا اي ار اس، بس باتريك ذكي جدا كان بتمريرته لابراهيما. اذا السلة محتسبة لابراهيما توماس. 15 نقطة لابراهيما ورمية حرة إضافية. أتير ماجورك بيرجع على أرض الملعب. قدر هدي لابراهيما توماس من الكوارتر الثاني. هل رح يقدر يعمل أتير نفس الشيء؟ إبراهيما بضيع الفري ثرو. الريباوند لعزيز بيعطي إياها لأتير ماجورك بوقت إبراهيما توماس عم يضيع الفري ثرو. أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم بيخترق بإيده الشمال ما بيسجل. أحمد الريبوند أرتس بيطلع الطابة. بيير جاكسون بيعمل ستيل، بيعمل ستيل، بيوقف بيسدد ما بيسجل بيير جاكسون. الريبوند لجابرييل صليبة لكن بالأوت. الكوارتر الثالث اوت اوف باوند. اي تي جاكسون اليوم بعد ما شفنا يلي فرجينا اياه امام
النفط العراقي. بوبا بضيع أثير مشوكي بالحطب ومش لفترة طويلة. كابريال هالمرة يحسب الديفنسيف ريبوند الصليبي. جيفين بليك عم يمرر لكابريال بيطلع الطابة لباتريك معبود فيك ميد رين شوت ما بيسجل الريبوند لأحمد إبراهيم بكب له اياها لبيير جاكسون. بيير بيعمل كنترول وبيخسر الطابة. بيير جاكسون تورن أوفر على جاكسون. أقل من خمس دقائق لنهاية الكوارتر الثالث. باتريك معبود تورن أوفر على فريق شاوفيل. شوفوا جيفين بليك وروح رياضية من عمر جمال الدين. جاكسون شوفوا بالإعادة جيفين بليك. جاكسون عم يعطي أحمد إبراهيم. أحمد يعطي أي تي بيير جاكسون. بيير جاكسون بالترافيك صعب كثير ما بينجح بالمحاولة. وهون الريباوند كمان لصالح فريق الماريس مع باتريك معبود. بليك خطأ لصالح جيفين بليك. كل فريق بهالكوارتر مسجل 10 نقاط. بست دقائق ماشيين مع بعض بالكوارتر الثالث الفريقين. تبديل بصفوف فريق الحكمة. رودريك عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. أرتس ما بينجح. شوف البوكس أوت يلي عمله عزيز ممتاز. يلي عمله عزيز البوكس أوت. جاكسون لأي تي من جديد. بيير جاكسون ما عم يقدر أبدا يلعب جيم اليوم. بيير جاكسون جاكسون بياخذ تسديدة بسجل بيير جاكسون نقطة السابعة. تاني 3 بوينتس له بالجيم. بعدنا عم نقول ما عم يقدر يلعب جيمه. فرجينا انه بيقدر. مقطوعه كمان عزيز بكب له اياها لقدام. بيير جاكسون بمر لقاطر. اي لاف ذيس جيم. اي تي عم يستعرض عم يسجل نقطه الرابعه بالجيم. بيطلع الفرق سريعا 11 نقطه. تايم اوت للمدرب صباح. أربع أسيست لهلا لبيير جاكسون. حبيب جبريل راغب حداد جيهان مطردوني طبعا محافظ الألقاب ويا جاجا. شوفي واو اليوم شو لفت لك نظري؟ عزيز عبد المسيح. عزيز عبد المسيح حاليا عم ياخذ أكبر حصة بالتصويت. أكبر حصة 35%. سابقوا لهداف المباراة لهلا جيفين بليك اللي عنده لا بصراحة يلي هداف المباراة هو اليوم ابراهيم توماس. ابراهيم توماس 15 نقطة بس جيفين بليك 14 نقطة بس. عم يكون أتار ماجور على أرض الملعب عم يتحسن كثير أدائه الدفاعي لفريق الحكمة. 11 بوينتس الليد لصالح الأخضر. جيفين توماس جيم الارتس بيعكس له اياها لبليك بيعطيه اوبن شوت ما بيسجل الريباوند. رقم سبعه لاحمد ابراهيم. افضل ريباوندر بفريق الحكمه عم يكون احمد ابراهيم.
وثاني افضل ريباوندر بالجيم بعد ابراهيم توماس يلي عنده 8. جاريت جاكسون، جاريت جاكسون بياخذ الخطا. بالعاده كيف قدر ياخذ الفاول. ثاني فاول على ابراهيم الزميلة منى ابو حمزة. سجل الأولى. جاكسون هيدا نقطته الثامنة بالجيم. عم يعمل أكبر فرق لهلا بالمباراة لصالح فريقه 12. بسجل الثاني كمان. 9 نقط لبيير جاكسون. 9 نقط 4 أسيست. ارتس بروح على السله. هيدا اللي عم قلكم عنه لسعود الحكم عم يقول جول تاندينج، جول تاندينج. السله محتسبه باكدها الحكم بولس قيم. فشفتوا اتير ماجوك يعني بيقدر يصعب المهمه على اي لاعب. رح نرجع نشوفها بالاعاده. اذا ارتس نقطتين 12 نقطه بصير رصيده. جاكسون يعمل له البيك اتير بمررها بالعكس عند عزيز. عزيز ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه هالمره. جافيير بليك على الريباوند. جافيير لبرا عند باتريك بهبوط فيك بيحاول يمرر وفي خطا. فاول لصالح باتريك وخطا من بوبو. ثلاثة فاولز على بوبو. دقيقتين لنهاية الكوارتر الثالث. عزيز بيعمل ستيل ممتاز. عزيز عبد المسيح بيير جاكسون بيروح على السلة ما بيسجل. بيير جاكسون والريباوند لصالح ارتس والبوزيشن بتروح لصالح فريق الشعبيين. المدرب جاد الحاج اللي عم يلعب ضد اللاعب يلي كان معه السنة الماضية بفريق الدينامو اللاعب ابراهيم توماس. جيفن بليك عم يلعب زون ديفنس 2-3. إذا المدرب جاد الحاج عم يغير دفاعه. ابراهيم توماس حلو الموف كثير يلي بيعمله. من أفضل مبارياته بهالموسم 17 نقطة لابراهيم لأنه عم يلعب صح اليوم بكل شيء على أرض الملعب. خاصة بالإنسايد جيم اليوم هالمرة قدر يتخطى أتير. بيير جاكسون، بيير جاكسون بيطلع الطابة لبرا. أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم بيخترق السلة. باسكت إلا أحمد. عم يسجل نقطه ال 12 وبياخذ الخطا احمد ابراهيم. عم نشوف هون الحكم بولس قيم عم يعطيه انذار لابراهيم توماس. احمد وابراهيم توماس السنه الماضيه لعبوا بنفس الفريق بيعرفوا بعض كثير منيح. كانوا نجوم فريق دينامو بالموسم الماضي. نعشر نقطة لأحمد وفري ثرو كمان. كمان عم نشوف شادي فياض إلى جانب آدي أبو زخم مدير المنتخب الاول. هون على سيره المنتخبات برجع بذكركم يوم السبت الساعه 10 فاينل غرب اسيا للاندر 14 بنات
12 للصبيان اندر 14 فاينل غرب اسيا بمشاركه لبنان العراق وسوريا لايف على ام تي في 10 و12 5 الى ربع رح نكون. وهون لوكاس عم يسجل لوكاس اولى نقاطه للوكاس. اذا على الساعه 5 الى ربع بنكون بمباراه منتظره جدا هومنتمن بمواجهه فريق بيروت بطل العرب ببزل العقل لبيير جاكسون بيعمل له البيك اتير عم يسدد من محل بعيد ما بينجح بالمحاوله ستولي سيجر ريباوند لمين اوفنسيف ريباوند للعقل عم يخلي البوزيشن لصالح فريقه بعد عنده 6 ثواني بهالهجمه عزيز عبد المسيح يعمل فيك بسدد ما بسجل المحاوله لوكاس على الديفنسيف ريباوند خطا من عزيز لصالح بليك ١١ ثانية و٣ أعشار بيبقى من الكوارتر الثالث رح يكون عندهم بوزيشن بعد فريق الحكمه بما انه بليك رح يكون عنده 2 فري ثرو حاليا باسل حرفوش على ارض الملعب بعد الحكمين زياد طموس وبولس أيم عم يروحوا على الاي ار اس اذا ما عم يطلب الاي ار اس الحكم بولس أيم رح نسمع عم يتأكد إذا فيها أون سبورت من أو لا تعطيني إياها بعد مرة من غير أنجل إذا عندك إذا مثل ما عم نسمع عم يطلبها من غير أنجل ثانك يو لنشوف شو رح ياخذ قرار اذا رح تبقى البوزيشن يلي بعد فري ثرو للشانفيل او للحكمه اذا ريجولر فاول بلاي بضيع الفري ثرو الاولي 14 نقطة لجافيون بليك المدرب صباح كوري بيعرف انه هيك يعني رميات هيك فرص صعبة تتعوض بهالملعب بسجل واحدة من اثنين هون بدي اشير انه المدرب صباح كوري لعب مع الحكمة ولعب كمان موسم مع فريق الشانفيل بس اكيد 12 سنة لعبها مع النادي الاخضر بيير جاكسون ما بسجل بيير جاكسون مع نهاية الكوارتر الثالث يلي عم يكون تقدم جاكا عم تقلي 13 سنة لعب صباح مش 12 إذا 59-50 نهاية الكوارتر الثالث إذن توترز اللاعب الأكثر تأثيراً بمباراة اليوم عزيز طاير 67% almost 68% أقرب واحد له جاجا ليك قد إيه صار علي الفرق كتير يعني هيدا ببين إنه جمهور اللبناني وجمهور الحكمة خاصة بتصور عم يصوت لعزيز بشكل كثيف جداً لحتى يقدر يتقدم بهالشكل بفارق كبير بالتصويت لا توترز اللاعب الاكثر تاثيرا كيف بتوصل الجايزه خبرنا هلا الجايزه صارت اكثر ما تضحك اخذ الفيكرو لالي كيف بتوصل بتنزلي الاب توترز يعطوك كود
بتحطي الكود على الاب بصير عندك ال 100 دولار شو ما بديك شو ما بدك ساعة اللي بدك مش مضطره بقى لا حدا يجي لعندك ولا شيء ايه تكنولوجي بهالطقس اليوم الفريق على ارض ملعب باخر كوارتر بالجيم هل رح يقدر يحافظ على تقدمه فريق الحكمه او الشوفير يلي فرجينا كوارتر اول ممتاز رح يقدر يفرجينا نفس الشيء بالكوارتر الاخير لنشوف شو رح يصير انطلاق الكوارتر الاخير زون ديفنس عم يلعبوا فريق الشوفير يارد جاكسون عنده 3 ستيلز لهلا بالجيم يارد بسدد عن الارض ما بيسجل عطير بيلحق طابته على الاوفنسيف ريباوند رودريك بيستلم رودريك اوبن شوت بفضل يمرر لاحمد ابراهيم احمد بيخترق بروح على السله اند 1 لاحمد ابراهيم 15 نقطه لاحمد ابراهيم وبياخذ الخطا كمان عم تشوفوا قد ايه مؤثر وجوده لاتير ماجوك لو ما لم الاوفنسيف ريباوند اتير ماجوك ما كان قدر يستفيد من ثاني تشانس اللاعب احمد ابراهيم ليسجل وياخذ الفاول مهضوم احمد نزل على الارض ظبط كتافه بكر شريط الاسبادري وقام على الفري ثرو برجع بذكركم مشاهدينا بكره الرياضه مباراه كبيره جدا بمدينه الشام بصاله الفيحاء صاله الشعب يلي بسموها بسوريا من اهم الصالات يلي جمهورها صاخب جدا جدا الوحدة السوري بطل سوريا بمواجهة بطل لبنان لايف على ام تي في على الساعة 5:30 رح نكون نحن وياكم بنقل مباشر 6 الى ربع تنطلق المباراة طبعا ببطولة وصل جيفين بليك والسلة لنشوف اذا محتسبة او لا السلة محتسبة لجيفين بليك 17 نقطة خلينا نشوفها مخرج شو مهم اللاعب يكمل على السله بس ياخذ الفاول يكمل كمل سجل نزل الفرق لعشرة ممكن نزله لتسعة بالفري ثرو بقى طير معصب سجل الفري ثرو جيفين بليك 18 نقطة رضواني بيرجع على ارض ملعب بيير جاكسون خاطئ من مارفن لصالح جاكسون هيدا ثاني فاول على فريق الشانفيل بهالكوارتر عم نشوف هون موجوع بايده مارفن بتمنى له كل السلامة قاسي الحرفوش بوزاشن عم تبقى لصالح فريق الحكمة المدرب جاد الحاج بفضي لاحمد ابراهيم بياخذ تسديد صعبه ما بيسجل احمد بلم الريباوند رضوان سابع ريباوند لرضوان سليمان احمد ما بينجح على مرحلتين احمد ابراهيم عم يقاتل على الطابه بوزاشن لمين بوزاشن لصالح فريق الحكمه قاتل احمد وباسل استرجعوا الطابه مضبوطة الاوت على فريق الشعبين مثل ما بينت بالريبلاي اوت اوف باوندز مع باسل يعطي رضوان رضوان عم يخسر الطابة ستيل من باتريك معبود فاست بريك وهون مقطوعة مش لفترة طويلة غريبة هالطابة البوزيشن لمين لصالح فريق الحكمة ضربت بقدمه لباتريك عم نشوف جاد الحاج وتعليمات مع احمد ابراهيم
10 ستيلز لهلا لفريق الحكمه، 16 تورن اوفرز على فريق الشانفيل، والنقاط من تورن اوفرز يلي استفادوا منهم فريق الحكمه لهلا هن 18. جاريت جاكسون تورن اوفر، تورن اوفر على فريق الحكمة. شوف هون خلى الطابة بايده 5 ثواني تحت الضغط يلي عمله مارفن سركيس. بلاي لوكاس عم يمر لارتس، ارتس تبقى البوزيشن لصالح فريق الشوفيل اللي عنده 8 سكندز. الحكمه عنده الاسبوع المقبل مباراه من هينه ابدا بحلب، الاتحاد الاهلي الحلبي وصيف بطل سوريا رح يستضيف الحكمه بحلب، ونقطتين جد عم يسجلهم ارتس الفائز بالدوري السوري الموسم الماضي مع فريق الوحده، 14 نقطه لارتس، يرجع الفريق بيزل 7 نقط. رودريغ بمر لرضوان سليمان، رضوان بيخترق السله حلوه كثير من السكه، عم يسجل رضوان نقطه العاشره حاليا بالجيم. يبقى لنهاية المباراة خطأ واثنين فري ثرو، الخطأ من رودريغ، حتير ماجوك عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. نشوف إذا رح يلعب بعتير ورضوان مع بعض ويسحب بيير جاكسون يلي اليوم ما كثير لقى حاله بهذه المباراة. 9 نقط 4 اسيست 3 ستيلز. عم يروحوا على الاي ار اس. رضوان سليم اذا كما شو بايده، شوف اي انجل فيك تعطيني. بعتقد هيدا بعيد، بعتقد هيدا بعيد جور. اعطيني من ميلتي انا، شفت انا وين واقف، اعطيني من هونيك. اذا عم يطلب غير انجل الحكم. بدي اشوف من مايلتي من الانجل من عندي من نورمال سبيد. اوكي 100%. اوكي ثانك يو. بنشوف رح ياخذوا قرار اذا ريجولر فاول او ان سبورتسمان. بنشوف شو قرار الحكم بولس قيم. عم يتشاور هو الحكم زياد طرطوس. إذن أسبورتمان لايك فاول على رضوان سليمان. رضوان عم يقترب من الحكام ليقول له ليه حسبت الأسبورتمان. إذن تو شوتس رح يكون عنده بليك والبوزيشن رح تبقى لصالح فريق الشعبيين. بليك 18 نقطة بالجيم مع 6 اسيست. أربعة فاولز على رضوان. بليك بسجل الأولى نقطة 19. حاليا هو أفضل سكورر بالمباراة. يلي صوتوا بعبد الله بريدكشنز لصالحه لهلا هن يلي عندهم فرصة يربحوا الجائزة اللي بتقدمها لعبد الله.
اذا اون سبورتمان وتكنيكال فاولز. سدد اربع رميات حره اذا ماني غلطان، اربع رميات حره سجلهم اربعتهم 22 نقطه. البوزيشن واو، الفرق نزل لخمسه، يعني هيدي هول التكنيكال فاولز ممكن يكونوا تورنيك بوينت كبيره بالجيم. بليك هون رودريك بالديفاز، باتريك بركب البيك، الشامبيون بليك بعدين عم تمرق. لوكاس صالح بمرر احمد ابراهيم، شو هالاحمد اليوم عم يعمل ستيل ملا روتيشن بالديفاز، سكر التمريره بشكل كامل. بيير جاكسون بمرر لرودريك، رودريك بفضيله بيير جاكسون، بيير بيعطي اوبن شوت للحرفوش، الحرفوش بيسجل عن الارك بنجاح الثاني له بالجيم، خمسه اسيست لبيير جاكسون. كان ممكن تكون تورنيك بوينت كبيره، نزلوا الفرق لاربع نقط، سدد اربع فري ثرو جيفين بليك، الا انه لاعبي فريق الحكمه استوعبوا فريق الشاوبير. اول شيء بدفاع ممتاز لاحمد ابراهيم عمل ستيل، بيير جاكسون فضيه بشكل كامل للحرفوش، الحرفوش ضرب بنجاح. تايم اوت عم ينتهي حاليا، خمسة اسيست لرودريك عائل، خمسة اسيست لبيير جاكسون. هون بدي اقول لكم معلومة مهمة، انه رودريك عائل بالاسيست على تورن اوفرز هو الأفضل حاليا بسنبس بطولة لبنان، عنده 4.8 الاسيست على تورن اوفرز، يعني بيعمل عدد اسيست نقسمهم على التورن اوفرز نشوف فعاليته على البوزيشن 1. المركز الثاني لجاد خليل 4.3، علي مزهر 3.6، جيسي جونز 3.3، علي منصور 3.2. الحكي عم يتقدم بثمانية، جيفير بليك بعد الظهر عنده كثير حكي بهالجيم يلي باقي منه سبع دقايق. ابراهيم توماس يعطي باتريك معبود تسديدة بليك، قلت لكم بعد عنده كثير، بليك بسجل نقطة ال 25، أول 3 بوينتس لبليك بهالمباراة. نزل الفارق سريعا 14 3 بوينتس صار عنده بالليك. بيير جاكسون، بيير جاكسون كمان عم بمرر، هالمرة ما بيسجل رودريك، الريباوند دفاع لصالح فريق الشاوبيل. مارفن بعد باتريك معبود، ابراهيم توماس بياخذ ستيدي ثلاثية بيسجل 20 نقطة لابراهيم توماس، 3 3 بوينتس، الفارق نزل لنقطتين، نقطتين بس بين الحكمة والماريست الشاوبيل، 67 65 وتايم اوت سريع بيطلبوا المدرب جاد الحاج.
ثلاثة من خمسة لابراهيم توماس عن الارك. يارن جاكسون عم يمرر لبوبو، بوبو عليه ضغط، عليه ضغط بوبو، البوزيشن تم لصالح فريق الحكمة اللي عنده ست ثواني بس. اوت اوف باوندز احمد عم يمرر لباسل، تورن اوفر على الحرفوش، تورن اوفر على باسل، فرصة كبيرة للشاوفيل يتقدم او يعدل الارقام. عزيز عبد المسيح على ارض الملعب، عزيز جيفير بليك صار عامل سبع تمريرات حاسمة بالجيم، هيدا 10 تورن اوفر على فريق الحكمة مقابل 17 للشاوفيل. عطير ماشوك عم يعمل ستيل، بوصلها لجاكسون، بيير جاكسون بينطلق بالطابة، بيير جاكسون بيختاري، خاطئ لصالح بيير جاكسون، عم ياخذ الفاول وراح يروح على الفري ثرو من جديد. دفاع ممتاز لعطير ماشوك. جاكسون ثاني فري ثرو، يعني ليلة الأربعة الظاهر كل مرة رح تكون صاخبة جدا، هل رح يعني يكون في ذكرى لمباراة الرياضة وهومنتون اللي راحت لدبل أوفر تايم الأربعة الماضي؟ كله وارد. الأولى بسجلها جاكسون، نقطته العاشرة، عم يعمل دبل فيجرز بالنقط. يارن جاكسون بتسجل كمان نقطة ال 11، بيطلع الفرق لأربعة لصالح فريقه. جيفيان بلاي بمر لباتريك، باتريك التسديدة الثلاثية ما بتنجح، بيير جاكسون على الديفنسيف ريباوند، معه دايما مارفن ساركيس بالديفنس ما عم يتركه أبدا. جاكسون، جاكسون عم يمرر بطريقة صعبة، عزيز عبد المسيح، عزيز الفلوتر ما بتنجح، مارفن على الريباوند، عم يدافعوا كثير منيح، كثير منيح عم يدافعوا على بيير جاكسون من انطلاق الجيم، من انطلاقه ما خلوه أبدا يفوت جو الجيم، دفاع ممتاز للمدرب صباح كوري اللي رسمه على جاكسون، جاكسون بيعمل ستيل هون، بيعوض التورن اوفر الماضي، بيير جاكسون بيمرر لعزيز، عزيز خطأ لصالح عزيز. أربعة ستيلز لجاكسون، أكثر لاعب عمل ستيل في الجيم، بس أكيد مش أكثر لاعب عمل ستيلز بالبطولة بمباراة واحدة، براين منصور لاعب الأنطونية ستة، روماني هانسن لاعب هوبس كمان ستة. عزيز عبد المسيح لأحمد، عطير محضر البيك، يمرق احمد، احمد ابراهيم بيخترب بمرر لعطير ماجوك، البوزيشن بتروح لصالح فريق الشانفيل، ما قدروا عملوا البيك اند رول احمد ابراهيم وعطير ماجوك. جيفين بليك، جيفين بليك بيستعمل سرعته بوصلها لجيمل ارتس، ارتس فيك بيطلع الطابه لبرا لابراهيم، راح يسدد، راح يسدد عن الارك، الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح فريق الشاوفيل، ارتس تحت السله، باتريك وعبود امام اتير ماجوك، بيطلع الطابه لبرا لابراهيم، ابراهيم بيعمل درايف، في ووكينج، في ووكينج، دافعوا بطريقه ممتازه بصراحه اتير ماجوك، دافع كثير منيح تحت السلة، منع فريق الشاوفيل من تسجيل الايزي بول، شوفوا هو واحمد ابراهيم قديش نقلوا تحت السلة، طلعت الطابة لابراهيم توماس وارتكب التورن اوفر. يعني وجود اتير تحت السلة خلى الطابة تطلع لبرا عن فريق الشاوفيل. بيير جاكسون بسدد عن الارك، بسدد ما بسجل عن الارك، بيير جاكسون الريباوند كمان لباتريك معبود، لباتريك
باتريك اول ذا واي بروح على السله البلوك شوت من عتير ماجوك هيدا بيقولوا له ريم بروتكتر حمي سلته بطريقه ممتازه عتير ماجوك استرجعوا الطابه فريق الحكمه الفارق بإزاته ما تغير 69 65 الشير عم يتغير هو الوقت يلي عم يمشي يعني جاكسون ميدري شوت كمان ما بيسجل الريباوند كمان لصالح فريق الشوفيل مع باتريك بوغبوت باتريك كمان عم يكسر الطابة عزيز عبد المسيح بيعمل ستيل 3-2 بالفاست بريك عزيز بمرر احمد ابراهيم ما بيسجل احمد وهون البوزيشن رح تروح لصالح فريق الشوفيل مش معقول كان فرصة للفريقين عم بضيعوا شوفوا هيدي البلوك شوت اللي عملها قطير على ارتس رح ياخذ ستيل صعبه بسجل جيمل ارتس 17 نقطه لارتس ثالث تريبوز الفارق صار نقطه واحده رجعوا من جديد لاعبي فريق الماريس نقطه وحيده بين الناديين احمد ابراهيم لبيير جاكسون عتير ماجوك عم يطلب الطابة خطأ خطأ لصالح اي تي الخطأ من باتريك بوعبود رح يكون عنده اثنين فري ثرو إذا اثنين فري ثرو لقطر بعد ما سدد بالليج عن الفري ثرو هيدول أول فري ثرو لإله بهالموسم هل رح يقدر يسجلهم أو رح يسجل وحدة منهم أي تي بسجل الأولى بنجاح نقطة الخامسة بالجيم الثاني كمان بصعوبة عم تتسجل 6 نقط لاي تي الفرق بيرجع بيطلع لثلاثة لصالح فريق الحكمة دقيقتين وخمس ثواني لنهاية الجيم جافيير بليك في خطأ لصالح جافيير بليك الخطأ من بوبو قبل ما يكون بوضع تسديد السكة على أرض الملعب بدلا من أتير المدرب جاد الحج بده حدا يسجل يعني دافعوا كثير منيح بس ما قدروا سجلوا ولا مره فريق الحكمه بليك جافيير عم يمرر لمين لابراهيم توماس ابراهيم بيطلع لبرا بياخذ ستيدي ما معقوله لا يا ابراهيم النتيجه عم تتعادل عم يسجل ابراهيم نقطه ال 23 الرابع له بالجيم بيير جاكسون تحت الضغط الكبير فريق الحكمه تعادل الفريق على النقطه 71 بيير جاكسون بمر لرضوان بعد عندهم سبع ثواني رضوان بيعمل فيك بيخترق على السلة ما بينجح بالتسجيل رضوان سليمان عادة ما بيضيعون اللاعب التونسي فرصة كبيرة للشوفيل يتقدم هل رح ينجح الشوفيل بالتقدم قبل الدقيقة و 15 ثانية لنشوف هون محاولة جافيير بليك ارتس بياخد تسديدة صعبة بيير جاكسون بلم الديفنسيف ريبون مجنونة هالبطولة مش معقول يلي عم بيصير وابراهيم توماس قريب من تحقيق مسابقة انت الملك مع ملك الطابور عنده اربع تري بوينت بيير جاكسون ما بيسجل بيير جاكسون احمد ابراهيم بلم الاوفنسيف ريباوند بيسجل نقطه ال 18 قبل 49 ثانية وست اعشار شو عم بيصير بهالجيم تايم اوت
الفريقين رح يرجعوا على ارض الملعب باخر 50 ثانيه ب 30/1/2015. مباراه شهيره جدا من اشهر المباريات بتاريخ الدوري اللبناني لكره السله. الشوفيري بيستضيف الحكمه على ملعبه بديك المحضر. المباراه ما بتنتهي بوقتها الاصلي 104-104، بتروح لاوفر تايم اول 118-118، بتروح لاوفر تايم ثاني 138-130، فاز بوقتها فريق الشوفيري بدبل اوفر تايم. وقتها تيرل ستوكلاند سجل 14 3 بوينتس ومعهم 74 نقطة. هل رح تشهد هالمباراة اوفر تايم؟ لنشوف، أو رح تنتهي بوقت الأصلي لواحد من الفريقين. بلاي عم يستفيد من كل الثواني. كان بليك، شايفين بليك البلوك شوت، البلوك شوت بين بوبا وأتير ماجوك، ما قدر يقطع شايفين بليك. شوفوا بليك كيف مشى الطابة، الوقت ماشي بس الثواني ال 24 ما كانوا ماشيين ليقدر يكسب اكبر عدد من الثواني بالهجمه. قطع 7 ثواني بس من ال 24. جافير بمرر لارتس، ارتس بيخترق ما بينجح، ارتس الريباوند لبوبو، بوبو بيعمل الديفنسيف ريباوند. كيف ضيعت جيمال ارتس؟ بيارت جاكسون لاعبين لحينه لبيارت جاكسون، بمر لبوبو، بوبو بفضيل عزيز، عزيز عبد المسيح ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. الثواني الأخيرة بالجيم ممكن تكون عادلة، ممكن تكون حاسمة. جابرييل صليبي بياخذ الخطأ، 2 فري ثرو لجابرييل صليبي. كلكم رح تسألوا شو وضعه للصليبي هالفري ثرو، سدد 3 مرات لهلا بالليج، سجلوا الـ3، هل رح يقدر تحت الضغط الكبير بملعب غزير يسجل الرميتين ويفرض اوفر تايم او يفرض تعادل ممكن يخدنا لاوفر تايم؟ ما معقول ملا جيم. اثنين فري ثرو لجابرييل، جمهور الحكمة الالتراس عم يجربوا يشوشوا عليه. جابرييل بضيع الاولى، بضيع المحاولة الاولى، اول فري ثرو عم يضيعها بهالموسم. عم نشوف غيره جاد الحج وخطيب للمدرب جاد على اعصابه. جابرييل المحاولة الثانية، جابرييل صليبي ما بيسجل، الريباوند لسليمان رضوان بيعمل الريباوند، بكبها لمين؟ بكبها لمين؟ الطابة لمين؟ عزيز عبد المسيح عم يمرر لمين عزيز؟ عم يمرر لمين عزيز؟ الطابة بتطلع للاوت، ما قدروا عملوا كنترول. اخر 5 ثواني و4 اشهار رح يكونوا لصالح فريق الشعبين. اذا سجلوا من نقطتين بعدلوا، اذا سجلوا من 3 بفوزوا بالمباراة، واذا ما سجلوا الحكمة بكمل سلسلة انتصاراته. جافير بليك، جافير بليك، جافير بليك رح ياخذ تسديده ثلاثيه. لا 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 لا، شو هيدي؟ شو هيدي البطوله؟ انت اسمك مجنونه، انت مجنونه. ستيب بطوله لبنان لكره السله، ودشي يا دني، دشي قد ما بدك. الجمهور عم يتفاعل مع فوز فريقه، وجمهور شاشه ام تي في عم يتفاعل مع الحماس الكبير يلي عشناه بين الفريقين. فرقت المباراة على تفصيل وحيد، كان ممكن واحد من الفريقين يحسم الجيم. جافير بليك هداف الجيم لو سجل عن الار كان حسم الجيم لصالحه. المباراة عم تنتهي بفوز لفريق الحكمة 73-71، والحكمة بكمل سلسلة انتصاراته السبعة على التوالي، بيبقى من دون خسارة على أرضه بغزير ومن دون خسارة لإله بالبطولة بهالموسم. إذا رح نجرب نكون بمقابلات سريعة أنا وزميلتي غاغا.
رح نبلش مع المدرب جاد الحاج. بدك تغني النشيد؟ هيدا بالجمهور بيستاهل اكثر من يلي عم نلعبه. ما بعرف شو عملنا قصص ان كنترول مثل عم نقول ما بدنا الجيم، كيف فينا نقتل الجيم بكثير محلات، اغلاط كارثيه مش مسموحه. شوت سيلكشن بارت اوف ذا جيم، نو اكسكيوزز. ما راح اقول لك حرارته 40 3 ايام بيير جاكسون، نو اكسكيوزز. وي هاف تو وين، في عالم ورانا جاي تحضرنا. ادائنا كان فيكم احسن بكثير. مانك مقتنع بأداء فريقك؟ بقول الحمد لله على الربح، في ابس وداونز، لكن دفاعنا عم يشيلنا دائما. اهم شيء الوين. ثانك يو لهذا الجمهور الكبير، عندنا شغل كثير بدنا نحسنه. بيارت جاكسون اليوم كل العالم كانت ناطرته، ما قدر لعب الجيم يلي شفناه على القليله بالعراق. فاكر شو قلت لك قبل الجيم؟ نو اكسكيوزز. نحن شو اليوم؟ اربعه. بيير اليوم اجى شوت الصبح، امبارح حراره 40، اثنين حراره 40، احد حراره 40. ثلاث ايام بيير مش ساطع طابه، نو اكسكيوزز. كان في يكون احسن، كل الشباب فيها تكون احسن، ما مشكل. جبنا الربح، هيدا اهم شيء. تربح باداء مش منيح افضل من انه تخسر الجيم. اكيد كوتش، يعني عندك مباراه صعبه جدا بحلب. صح. امام جمهور كثير كبير، وبنعرف الجمهور السوري قد ايه بيتابع كره السله اللبنانيه ويعني بيتحمس لها بشكل كبير. بهيدا الاداء قادر تربح بملعب الاتحاد الاهلي الحلبي يلي فيه 15000 متفرج؟ في ابس وداونز بالباسكت. اليوم كنا بالداون، الجمعه الماضيه لعبنا كنا بالاب، عندنا وان ويك نحضر. بوصل تعرضنا لخساره عوضناها بالعراق، بنعرف انه هيدا ماتش مصيري. اذا بدك نحن واهلي حلب هلا على المركز الثاني تنرجع نلعب جول جيم، نشوف اذا فينا نصدر. بترجع بتلعب ضد سوي جول جيم باي جيم، هيدا ماتش مصيري تنشوف مين بده يخلص مركز ثاني بالاول مرحله، وكل جيم بجيم. بكره الوحدة السوري عم يستضيف فريق الرياضه بيروت، كيف بتشوف هيدي المباراه بسوريا بصاله الفيحاء؟ فريق الرياضه حيربح، حيرجع ينتفض، اشاط لعيبته كلهم، شيء اصابه شيء هلا رجع على الجو. بكره ما حيكون عارفين، رايحين على سوريا ماتش كبير ناطرهم، حيكونوا جاهزين وحيربحوا. بدي اتشكرك كوتش جاد الحاج، بروح بسرعة على زميلتي جاجا. يعني معي كابتن فريق الحكمه رودريك، مبروك. ميرسي، ثانك يو. يعني اليوم مباراة صعبة كانت منا هينة، وشفنا مع انه تقصدت قبل عم بقول انه ما كنتوا كثير عم تكونوا انفولفد كلبنانية، شفناكم اليوم بلا انه عم تجربوا تساعدوا الفريق قد ما فيكم، شو كانت نقطة الضعف اليوم رودريك؟ بعتقد أكثر شيء اليوم ما كنا كثير موفقين بكثير بارتس من الجيم، وترخينا بكثير مطارح على الديفنس. يعني مثلا بالآخر أرتس أحسن شوتر عنده نزل، ما في حدا شوت 3 بوينتس، كثير مطارح رخيناها على الديفنس. وشانفيل فريق كثير منيح، عم بيلعبوا كثير منيح مع بعض، عندهم كثير ويبنز، حيلا حدا ممكن يحط اجانب وديفنسيف للجيم كثير قوي. بس الحمد لله يعني منيح انه ربحنا صراحه، جيم كثير صعب كان وعلى ارضنا، لازم نضلنا عم نستفيد من عين الجمهور، نضلنا عم نربح. الحمد لله توفقنا، بس كمان هارد لك لشانفيل، فيري جود جيم عم بيلعبوا. شكرا لك رودريك، مبروك مره جديده. يعني غياس كل اربعة نحن على موعد مع مباراه احلى من الثانيه، مباراه كثير حلوه. هارد لك لفريق ماريسيا اللي قدم مباراه رائعه، ومبروك لفريق الحكمه. يعني الاربعة المسا عم تكون بالفعل يعني قمه بكره السله اللبنانيه، بس ما بدنا ننسى كمان بطوله وصل بكره، عندنا مباراه كثير مهمه بين الوحده السوري وفريق الرياض اللبناني. بكفي نقول بطل سوريا ضد بطل لبنان، هيدا لحاله بكفي قد ايه المباراه رح تكون حماسيه وحساسه بين الفريقين. السبت مباريات عديده، منتخب لبنان اندر 14 عم يشارك ببطوله غرب اسيا، رح يكون مع فاينل على الساعه 10 الصبح البنات، على الساعه 12 فاينل الصبيان، وبنرجع على الخمسه الا ربع لملعب مزهر يلي اكيد رح يكون في فول هاوس. مومنتوم يلي طالع من فوز كثير مهم على حساب فريق الرياضه، بده يستضيف بطل العرب فريق بيروت، بيروت يلي كمان عم يرجع يلاقي حاله بسلبس بطوله لبنان لكره السله. كل هيدي الامور رح تعيشوها على شاشه ام تي في، شاشه الحماس. بدي اشكر اكيد حسن المتابعه من توترز مخرج توترز عزيز عبد المسيح، هو يلي بيربح
اذا حصه التصويت الاكبر 78% صوت له الجمهور اللبناني العزيز عبد المسيح كاللاعب الاكثر تاثيرا بمباراه. اذا رح يربح جائزه من توترز $100 فاوتشر بيستلمها طبعا بعد ما نعلن عن الربح، مثل ما اعلنا عن الربحين بالمباريات السابقة.